السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن الوضع الامني في تعز وتبعات غياب دور الاجهزه الامنيه والسلطه المحليه. قتل شخص وجرح آخرون إثر تفجير استهدف سوقا شعبية في مدينة تعز. وقال مصدر محلي عبوة ناسفة انفجرت وسط مدينة تعز ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرون. وبحسب المصدر فقد قامت الأجهزة الأمنية بتطويق المكان وبدأت التحقيق في الحادثة. إلى ذلك قال الشدعيان إن مدنيا استشهد وقتل مسلح آخر جراء اشتباكات بين عناصر مسلحة في المدينة. وأوضح الشهود أن الاشتباكات أدت إلى إغلاق المحال التجارية وإثارة الهلع بين المواطنين. مشاهدينا، في حلقة اليوم من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تظل تعز تعيش فراغا أمنيا واشتباكات بين المسلحين والفصائل؟ وأين هو دور السلطات المحلية في إعادة تطبيع الوضع الأمني في المدينة؟ نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تمر الأيام في تعز وتتبدل مشاهدها، يذهب محافظ ويأتي آخر، لكن يبقى الوضع الأمني والإنساني دون أي حل واضح. هكذا هو حال المحافظة المحاصرة التي تعددت بداخلها الأزمات وارتفعت فيها معدلات الضحايا، إما بسبب القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي أو نتيجة الفراغ الأمني الذي شمل معظم مناطقها. جرائم عديدة ترتكبها عصابات مجهولة كل يوم، وأساليب جديدة تبتكر للقتل، وغياب طويل لأجهزة الشرطة والأمن كما يروي ذلك المواطنون. وهي دائرة تعيشها تعز منذ بداية حرب الانقلاب وحصار المدينة. في جديد الأحداث، قتل شخص وجرح آخرون إثر تفجير استهدف سوقا شعبية في وسط المدينة. وبحسب المصدر فقد قامت الأجهزة الأمنية بتطويق المكان وبدأت التحقيق فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة. لا يسقط الضحايا في تعز جراء العمليات الإرهابية فقط، بل إن المدنيين يسقطون أيضا جراء الاشتباكات بين العناصر المسلحة، حيث استشهد مدني وقتل مسلح آخر جراء مواجهات بين عناصر مسلحة وسط مدينة تعز. المواجهات النارية أدت أيضا إلى إغلاق المحال التجارية وإثارة الهلع في أوساط المواطنين. مراقبون ذهبوا للقول إن الانقسام الحاصل بالمحافظة أدى إلى الفوضى في الجانب الإداري، بمعنى أن كافة جهات الأمن والجيش والخدمات تعمل بشكل منفصل، وهو ما وسع من الفراغ الأمني، فيما يجد آخرون أن عدم وجود المحافظ في تعز بالإضافة إلى غياب دور السلطة المحلية فاقم كثيرا من الأزمة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز الصحفي أحمد شوقي. أحمد، سيد أحمد، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أحمد. إذن يعني تنازع في صلاحيات الأجهزة الأمنية في المحافظة وفراغ أمني تشهده المدينة، يعني ما أسباب هذا الفراغ؟ طبعا هو ليس هناك تنازع في الصلاحيات، بل هناك يعني تنصل من المسؤوليات انجاز التعبير. اذا ان الاجهزه الامنيه والعسكريه للاسف لا يوجد قائد عسكري او امني واحد داخل تعز يقوم بواجبه على اكمل وجه، ونحن نتحدث هنا عن القيادات العليا في المحافظه او لنقل القيادات الوسطى في الوزارات. بمعنى اخر ان الاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه في المحافظه، الالويه العسكريه، قياده المحور، كل يعني مع الاسف ليس هناك ضغط وربط وليس هناك الزام للعناصر الامنيه والعسكريه للقيام بادوارها، بل ليس هناك رغبه في يعني تقول حاجه او جمع هذه القوات للدوام ولتنفيذ المهام وللقيام بادوارها التي يفترض ان تقوم بها. هناك ناس يستفيدون من هذا التغير، يستفيدون ماليا، يستفيدون على مستوى تثبيت الاوضاع الشخصيه، على مستوى اختلاسات او نهب او عبث في يعني الموارد المحليه الخاصه بهذه الجهات، وبالتالي ليس هناك رغبه في استحضار القوى الامنيه العسكريه وتفعيل مساله الانضباط في اوساط هذه القوات. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد. سأشرك معنا في الحديث أيضا العقيد سمير صالح، مساعد مدير الأمن. سيادة العقيد مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العقيد، ويعني نأتي إلى هذا التساؤل المباشر الذي يعني يتكرر على لسان جميع أبناء محافظة تعز وجميع المتابعين للوضع الحاصل في تعز، إلى متى سيستمر تبرير الأجهزة الأمنية لهذه الفوضى الحاصلة دون أن تقوم الأجهزة بواجبها على يعني بما يلزم على أكمل وجه؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهديك الأعزاء. أهلا بك. الواقع أن الحديث عن الأمن في تعز ذو شجون ومتابعين من الداخل والخارج يعني مسلطين الأضواء أو متصل الأضواء عليه يعني بدقة، وأقول جميل أنكم قلتم دور الأجهزة الأمنية، يعني أن الأجهزة الأمنية موجودة وليست منعدمة كما أو مغيبة كما قال التقرير، هذه واحدة. الثاني أخي العزيز، العملية الأمنية في اليمن، إذا أردنا قراءة العملية الأمنية بشكل عام، العملية الأمنية في اليمن هي معقدة. قبل الحرب كانت معقدة وكان يمتلك المواطن اليمني ما يقارب يعني معدل سلاح لكل أو قطعة سلاح لكل مواطن، 90 مليون قطعة. الآن مع الحرب زادت العملية الأمنية تعقيدا. أقول العملية الأمنية في أثناء الحرب معقدة والكل يعرفها، لكن المؤسسة الأمنية الذي عملوا الانقلابيون والإخوة يعني المتصارعون في المدينة على تقويضها، أقول حققت إنجازا كبيرا. نحن سنتكلم على الأرقام، يعني ما فيش داعي نقول إنه الأمن مغيب والأمن منعدم والأمن مش موجود. نحن نعمل بجهدنا وبإمكانيات ضئيلة وإمكانيات يعني تكاد أن تكون معدومة، إلا أننا حققنا. بقول الإجمالي الجرائم في 2018 كانت 3037، الذي تم القبض عليه أو تم إلقاء القبض على كم؟ 2552، يعني بمعنى أننا قبضنا بمعدل 84%. إذا كان هذا المعدل أعلى من بعض المناطق المحررة والمدن المحررة التي تملك سلاحا وتملك منظومة أمنية متكاملة، ونحن في تعز لا نملكها واستطعنا أن نحقق هذا الإنجاز، يعني أننا موجودون بالأخير. أقول الإنجازات الأمنية حققت، ونحن الحمد لله على يعني على وتيرة، ويعني متابعين القضايا ستتكلمون عن موضوع إيش؟ موضوع الحادث. يا أخي، الحادث اللي وقع اختراق أمني يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أتكلم معك الآن في هذه الأثناء وفي هذه الدقائق تقام مئة الجرائم في دول متقدمة تملك منظومة أمنية متكاملة وتملك قوة استخباراتية عالية. نحن في حرب يا إخوة، المفروض الصحفي والإعلامي والقنوات. سيد سمير، ربما نقطة التشبيه هي بعيدة كثيرا، يعني ما يحدث في تعز هناك جرائم مروعة، يعني عمليات إعدام لو نتذكر قبل أسابيع حدثت وسط المدينة، أيضا يعني عمليات قتل بين فترة وأخرى على مقربة من الأجهزة الأمنية، ويعني بالتالي يعني توجد حوادث كهذه، ولكن أيضا في دول وبلدان أخرى، ولكن هناك تحرك أيضا من الجانب الأمني ويعني محاسبة المتسببين بهذه الحوادث، بينما نحن ما نجده في تعز يعني بالقلة، وما ندر يعني أن نجد أن يتم محاسبة فاعل في أي جريمة. طيب، الحادثة اللي وقعت أمام الأطقم أو أمام الأمن، هي الآن نحن نتابع المجرم، والمجرم يعني في طور القبض عليه إن شاء الله. لكن شو يقول يا أخي، أنت الآن تكلمت إنه إيش ما يتمش المتابعة. إذا كنا أحلنا ما يقارب 720 بالرقم 720 حالة إلى النيابة، هذه ما يش متابعة.
إذا كنا الآن نحقق ب 426 قضية، هذه لا تعد متابعة. إذا كنا الآن أحلنا الجهات المختصة 303 قضية، يعني نحن الآن نعمل لكن جميل سيادة العقيد، هذا الشيء هذا الأمر ما نريد أن نوضحه للمشاهد. يعني أنت تحدثت بأمر مهم أن هناك متابعة وهناك إحالات كثيرة، سأعود إليك سيادة العقيد. نعم. وإنما سأذهب الآن لضيفي السيد أحمد شوقي، صحفي من تعز. يعني سيد أحمد، استمعت لحديث العقيد سمير صالح مساعد مدير الأمن، يقول أن هناك يعني إنجازات كثيرة تحقق في الجانب الأمني، بينما الكثير من المتابعين وأيضا الصحفيين متحاملين بشكل زائد في مسألة الأمن في تعز، وهناك عملية إنكار لأي جهد للأجهزة الأمنية. من التركيز عليها، وقد طرحتها أنا على قناتكم عدة مرات. أولا أن الجرائم التي يرتكبها مدنيون غالبا ما يتم حتمها وحلها من قبل قوات الأمن وبمساعدة من قبل قوات الجيش، طبعا في بعض الحالات وحتمها سريعا، لأنه المعتدي أو الذي يقوم بهذا الجريمة أو هذا الاعتداء هو شخص مدني غالبا لديه قطعة سلاح أو ليس لديه سلاح أصلا. تمام. أما غالبية الجرائم التي نعاني منها داخل محافظة تعز هي التي يقوم بها أفراد محسوبون على الجيش الوطني ويحملون أرقام عسكرية ولديهم أسلحة مختلفة. وقلنا عدة مرات بأن قوات الأمن لديها مشكلة، وهي مشكلة لحد ما تحمل قدرا من الوجاهة، أنها لا تستطيع أن تقوم بالضغط أو اعتقال أو محاسبة أو ملاحقة هؤلاء المجرمين نظرا لنوعية التسليح الموجود لديهم ولكونهم يدفعون أدوية عسكرية بالدرجة الأساسية. وقلنا مرارا بأن المسؤولية الأساسية تقع في هذا الموضوع على قيادة محور تعز وقيادة العلوية العسكرية، والتي للأسف بعض هذه القيادات يمارس التستر على هؤلاء المجرمين. هذا جانب. الجانب الثاني أن الجانب الأمني في محافظة تعز للأسف بسبب الإحباطات التي يواجهها رجال الأمن وهم قلة، وكما قلنا أن هناك خلل إداري يتمثل في عدم استخدام باقي القوة البشرية التابعة لإدارة أمن تعز، تمام؟ والذين هم من أفراد الأمن القديمين لم يتم إعادتهم للعمل أو لم يتم استدعائهم بحضور. وبالتالي هناك يعني قوة قليلة في محافظة تعز على الأمن، وبالتالي بسبب الإحباط الذي يعيشه رجال الأمن من اعتداء أفراد محسوبون على الجيش أو مسلحين محسوبون على الجيش عليهم وعلى أقسامهم وعلى سياراتهم أو أقسامهم العسكرية، أصبح لديهم سلبية في مواجهة أي عمل إجرامي موجود داخل تعز، تمام؟ لأنهم لا يمتلكون تصريح الجهاز، ولأنهم تعرضوا للاعتداءات، ولأنه للأسف رجال الأمن في محافظة تعز بصرف النظر أحببناهم أم ضغطناهم أو اختلفنا معهم أم اتفقنا معهم لا يلقون الدعم الكافي. ونحن لا نتحدث فقط عن الدعم المادي أو لأن الدعم المادي يعني لم يجد ذلك القدر من الإشكال، ولكن الدعم الأساسي هو الدعم السيادي، دعم الهيبة ودعم القوة ودعم يعني كرامة هؤلاء الجنود. وبالتالي هذا الإحباط الذي يجعل مشاكل الأمنية في تعز تتفاقم وليس هناك يعني قدرة على مواجهتها بشكل كافي. ملاحظة أخيرة فقط، أن المشاكل الأمنية الموجودة في البلاد الغربية هي متطورة بتطور الأجهزة الأمنية، بمعنى آخر أن الأجهزة الأمنية في الغرب متطورة جدا، ولكن أيضا المجرمين في الغرب قد تطوروا بفعل تكنولوجيا وبفعل التقدم. فلا يقبل أن نقيس مثلا المشاكل الأمنية الموجودة عندهم بالمشاكل الأمنية الموجودة عندنا، لأننا مستوى تطور الجريمة عندنا يفترض أن يكون أنه في المستويات الفنية، ويفترض أن الأجهزة الأمنية عندنا أصبحت لديها قدرات أكبر من مستوى العصابات المتقاتلة. نعم. ابقى معي سيد أحمد، وأعود لضيفي العقيد سمير صالح. يعني سيادة العقيد، نتساءل هنا يعني في مسألة الأفراد الذين يعني نفذوا جرائم كثيرة في تعز خلال الفترة الماضية، يعني أنت كما أشرت أنكم يعني قمتم بالرفع بقائمة أسماء كثيرة لمتسببين بهذه الأحداث، لكن هل هناك يعني أشخاص تم القبض عليهم والتحفظ عليهم لدى الأجهزة الأمنية، أم أنه فقط يعني تكتفي الأجهزة الأمنية بتقييد الأسماء والرفع بها فقط؟ اولا اشكر الاخ احمد تكلم كلام بالجزئيه هذه والجزئيه السابقه كلام منطقي وجميل. نعم. الاخ احمد تكلم كلاما جميلا في قضيه المتسببين
والذين يمتلكون أسلحة يعني قد تكون أكبر من أسلحة أو التسليح اللي موجود في الأمن. هذا كلام أشكره عليه. طيب دعنا نبدأ سيد أو سيادة العقيد بما قاله أحمد. يعني أحمد هو تحدث أيضا في مسألة أنه غالبية الجرائم من ينفذها في تعز هم رجال محسوبين على أو محسوبون على الأجهزة الأمنية والجيش الوطني. طيب أقول بالنسبة للامتلاك الأمني سواء كان ناس محسوبين على الجهاز الأمني أو الجهاز أو الجيش أو عصابة خارجة على القانون أو الميليشيا الانقلابية، بالأخير الجريمة جريمة أيا كانت. هذه نحن نتعامل معها كجريمة ونتعامل معها بحسن وعزم كذلك، ونحيل هذه والإجراءات القانونية تتم سواء كان المرتكب هذه الجريمة ينتمي للمؤسسة العسكرية أو لغيرها. لكن أقول المؤسسة العسكرية الآن بقيادة اللواء، وكان الأخ اللواء فاضل يعني بذل جهدا مشكورا عليه ويستحق منا أن نرفع قبعتنا له احتراما وتقديرا. لكن الآن الأخ اللواء الركن سمير الحاج قائد المحور متفاعل جدا بهذه القضايا، وإن شاء الله سترون عمل يعني يحد من هذه الظواهر المنفلتة لأبناء الجيش أو بعض أبناء الجيش الذين لا يفهمون الانضباط العسكري ولا يعني لديهم معلومات ضئيلة على هذا المسألة. إن شاء الله سيكون الانضباط يعني في الأيام القادمة. وسيرى المواطن. لكن هنا سيد سيادة العقيد يعني باختصار في مسألة السؤال الذي كنت قد وجهته لك منذ قليل في ما يتعلق بمنفذي العمليات، هل يعني الأجهزة الأمنية تتحفظ أو يعني لديها يعني عدد كبير ممن نفذوا العمليات السابقة، أم أن يعني ما تقوم به الأجهزة الأمنية هي فقط تكتفي بمسألة التقييد والرفع؟ لا، نحن نضبط ولا نكتفي بمسألة التقييد والرفع، نحن نضبط، وهناك قلنا جرائم عدة ضبطت، وهناك جرائم ما زالت يحقق فيها وما زال نتابعها، وإن شاء الله سيعلن عن أسماء مرتكبي الجرائم، وسيرتاح الشارع التعزي وسيرى الأمن كما رآه في 2015 يعني 2018. نحن كان هناك مربعات أمنية لا نستطيع الدخول إليها، فدخلناها الآن بكل قوة وبسطنا أمن وبسطنا الدولة في كل شبر من أشبه من تعز. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر العقيد سمير صالح مساعد مدير الأمن، كنت معنا من تعز. و نعود لضيفنا أحمد شوقي، أحمد صحفي من تعز. يعني سيد أحمد، ماذا عن دور السلطة المحلية؟ نعم، هو كنت بلغت في الإعداد أن هناك يعني حاجة أو محورة يتعلق بمسألة المحافظ وغيابه عن المحافظة، وسألت حول هذه القضية وعلمت أن غياب المحافظ حتى هذا الوقت يتعلق بمسألة استصدار ميزانية تشغيلية لمحافظة تعز. كما تعلمون نحن في محافظة تعز للأساس منذ بداية الحرب ونحن بلا ميزانية تشغيلية في السلطة المحلية. كما أن هناك أيضا هجرات حصلت خلال هذه المرحلة لعدد من المسؤولين في المحافظة إلى العاصمة المعقدة عدن. طبعا تعرف يعني عملية شغل العلاقات العامة في هذه الفترة. عموما نجد أن السلطة المحلية بكل أسف ونظرا لعدم وجود ترتيب يعني إداري منضبط في مستوياتها القيادية، وكذلك كما تفضلتم في بداية الحلقة وجود تنازع على الصلاحيات التي هي الآن شكلية باعتبار داخل أجهزة السلطة المحلية، فمن الطبيعي أن لا يكون هناك دور فاعل للسلطة المحلية. لكن بحسب ما شعرنا ان المحافظ سوف يعود خلال الاسبوع القادم ان شاء الله، وسنرى ما الذي سيمكن تحققه على هذا الصعيد. نعم، اذا ابقى معي سيد احمد. واشرك معنا من تعز سينضم الينا الصحفي وديع اليوسفي. سيد وديع مساء الخير. سيد وديع هل تسمعني؟ اهلا وسهلا فيك.
نعم، إذا مرحبا يعني بك سيد وديع، ويعني فقط لو تخفى صوت التلفاز قليلا، ويعني نتساءل إلى أين يتجه الوضع في تعز في ظل الفراغ الأمني وتعدد الصراعات في المدينة؟ أولا أحييك أخي الكريم وأحيي ضيفك الكريمين. أهلا بك. وأقدم الشكر لكما على الاستضافة في قناة بلقيس الفضائية، قناة بلقيس طبعا، وهي أنا أعتبرها قناة رائدة في هذا المجال، حيث تسلط الأضواء والأحداث المتتالية سواء كان في تعز أو على مستوى اليمن. شكرا. وهذه تعتبر في الاتجاه الصحيح لهذه القناة. الوضع الأمني في تعز للأسف الشديد يعني وضع مزري للغاية، مع الأسف الأجهزة الأمنية تتحرك بعد أن ترتكب الجريمة، تقوم بعد ذلك بالتحقيق ومتابعة إلى آخره، لكن هل تقوم الأجهزة الأمنية بدورها الحقيقي وبالشكل المطلوب على أجمل وجه؟ هذا بعيد كل البعد. وكما تحدث الأخ أحمد شوقي طبعا، وهو فعلا من يقوم بارتكاب الجرائم هم أفراد ينا يتبعون إلى الألوية، ألوية الجيش الوطني أو إلى الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية. لو نظرت في مجمل القضايا، في مجمل الأحداث، في مجمل الاغتيالات، التفجيرات، من الذي يقوم بها؟ هم أفراد يتبعون الجيش. ما هي مسؤولية الجيش تجاه هؤلاء الأفراد؟ ما هي مسؤولية الأمن، الأجهزة الأمنية تجاه هؤلاء الأفراد وهم يتبعون؟ إذا كان في الأسبوع المنصرم إلى اليوم 9 أيام تم إعدام ميداني أمام أجهزة أو أمام أطقم الدولة، الشرطة، شرطة الأمن، وأكثر من 20 فرد متواجدون في جولة المسبح وتم إعدامه بدم بارد، وهو ما استدعي رجال الأمن استدعوه ثم يقتلونه في الطريق. لكن أين هو دور المحافظ سيد وديع؟ نأتي إلى دور المحافظ، يعني أين هو من كل ما يحدث في المدينة؟ سواء تواجد المحافظ أو لم يتواجد، الوضع كما هو، وسيأتي المحافظ وسيستمر الوضع كما هو. هناك مشكلة في تعز، هي مشكلة. طيب إذن من يتحمل المسؤولية؟ تكمن فيها، يتحملها المواطن يا أخي. القادة كلهم منشغلون، كل في منصبه وكلهم في عمله، ويتحمل المشكلة هو المواطن البسيط. نعم، إذن ابقى معي سيد وديع، وأعود لضيفي أحمد شوقي. يعني سيد أحمد، يقول مدير أو مساعد مدير الأمن العقيد سمير صالح أن هناك يعني أمور مبشرة في الجانب الأمني وستلحظونها قريبا، يعني من خلال الواقع الميداني الذي تلاحظونه أمامكم. يعني هل بالفعل الأمور تبشر بذلك؟ والله في ظل عدم وجود انضباط اداري وعمل اداري سليم، ويعني استبعاد للاجهزه السياسيه في اعمال الجهاز الامني العسكريه، اعتقد انه ليس هناك اي تحسن يمكن ان نتوقعه. اضف الى ذلك اني اتوقع من خلال حديث الاخ العقيد انه يتحدث عن مساله يعني خطوات يقوم بها اللواء سمير الحاج في مساله ضبط مثلا الاجهزه العسكريه او محاوله يعني ايجاد نفق اداري منضبط داخل الاجهزه العسكريه، مما سيعكس بدوره تحولا على مستوى الامني وعلى مستوى الممارسه الميليشياويه التي تقوم بها قرار العصابات اللي هي يعني محسوبه على الجيش الوطني في الشارع. وبالتالي نحن في النهايه يعني كما تعلم لا يستطيع احد في هذه الفتره ان يتنبا باي شيء، لانه ليس هناك اي خطوات او تحولات منطقيه في المؤتمر الاجتماعي، وبالتالي نحن فقط ننتظر ونقول يعني نسأل الله أن يعني يقبلنا أو يجعل الخير أمامنا فقط، أما أن نتوقع شيء لا نستطيع أن نتوقع أي شيء. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد شوقي. أحمد، كنت معنا من تعز، وأعود للصحفي وديع اليوسفي. يعني سيد وديع، هناك تصريحات متتالية للأجهزة الأمنية بأن الوضع يعني بات يعني بتحسن كبير لما كان عليه في السابق، يعني هل بالفعل هذا الأمر وأن يعني الأجهزة الأمنية اليوم في حالة جيدة، وإنما هذه الاختلالات هي تحدث في أي بلد يعني في العالم كما تفضل العقيد سمير صالح؟
صحيح أخي الكريم، في الفترات السابقة كانت هناك اختلالات كثيرة في محافظة تعز، والملاحظ الآن في هذه الفترة نعم تحسن نوعا ما، ولكن تحسن نوعا ما. في الفترة السابقة طبعا كانت هناك اغتيالات، كان لا تمر يوما إلا وفي أكثر من 3 إلى 4 جرائم من أفراد الكيش. أما في هذه الفترة هناك تحسن ملحوظ فعلا للأجهزة الأمنية، ولكن نريدها أن تكون أكثر، لأنه يا أخي نحن نتواجد في شارع واحد فقط، نتواجد في شارع واحد وأكثر من 70 أو إذا ما طقم للأجهزة الأمنية وكذلك الألوية وإلى آخره. نحن لسنا على محافظة تعز بالكامل، وإنما هو شارع واحد، هو شارع جمال من برباشة حتى المركزي واللي يتم فيه الاغتيالات. فلماذا لا يقومون بالضبط الكامل لهذه الشوارع، شوارع المدينه هي لا تتفرع الى اكثر من 20 الى 30 شارع، هو شارع واحد يا اخي الكريم. اذا لم يستطيعوا ان يضبطوا الاغتيالات والاختلالات في هذا الشارع، فكيف سيضبطون في مدينه تعز بالكامل؟ فالمقصود يا اخي الكريم، سواء كان الكل متواجد، ان يكونوا، انا اتمنى ان يكونوا حتى على يد قلب رجل واحد كلهم، المحافظ، الوكلاء، قادة الألوية، المحور، الأجهزة الأمنية، الشرطة العسكرية، الاستخبارات، كلهم أن يقوموا يدا واحد وأن يعملوا من أجل مدينة تعز ومن أجل هذا المواطن البسيط الذي نعمل ذلك. أشكرك. هذا المواطن الذي خرج. نعم نعمل ذلك وأشكرك. يعني انتهى وقتنا سيد وديع اليوسفي، شكرا لك صحفي كنت معنا من تعز. ومشاهدينا في ختام الحلقة أيضا أشكر ضيفي، أشكر العقيد سمير صالح مساعد مدير الأمن في تعز، والشكر أيضا للصحفي أحمد شوقي، أحمد كان معنا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.